عز الدين في رسالة وبث حي من الرواد الجديد، والتقى ببعض المواطنين الذين يدلون بأصواتهم. وما جاء في التقرير يقول أن الوادي الجديد لها طبيعة خاصة في لعبة الصوت، والمشاركة لها طبيعة خاصة في الوادي الجديد رغم أنها محافظة مترامية الأطراف. كيف تقرأ هذا المشهد الانتخابي يا دكتور؟ النهاردة يوم عرس ديمقراطي لجامعة الوادي الجديد. من صباح اليوم اجتمع الطلاب ومنتسب الجامعة من أعضاء التدريس والعاملين بالجامعة، وتوجهوا إلى مقر اللجنة المختصة بالوافدين اللي هم المغتربين، لأن أبناء المحافظة كلا في قريتي أو مركزي، أبناء الداخلة في الداخلة وأبناء الفرافرة في الفرافرة، لكن طلاب الجامعة مغتربين وأعضاء التدريس كلنا أدلينا بصوتنا من الساعة 9:30 الصبح في اللجنة المخصصة للمغتربين، وهي بمركز شباب الخارجة. وده بينمي الإحساس بالكرامة وقيمة المواطن في إبداء صوته، لأن ده حق دستوري كفله القانون والدستور لكل مواطن بلغ 18 سنة وعاقل. وده واجب وطني في ظل الظروف اللي بتعيشها. ما هي التسهيلات او التسهيلات اللوجستيه التي قدمتها جامعه الوادي الجديد برئاسه طبعا الاستاذ الدكتور عبد العزيز طنطاوي لتسهيل ادلاء سواء الطلاب والطالبات واعضاء التدريس والعاملين ايضا بالجامعه لادلاء باصواتهم في الانتخابات؟ التسهيلات المقدمه من الجامعه بانتقال الطلاب والموظفين باتوبيسات الجامعه لمقر اللجان، وتخصيص أفراد من العاملين بالجامعة للإشراف على إدلاء الأصوات لكل مركز من مراكز الانتخاب. نعم. وتواجد قيادات الجامعة من الصباح مع الموظفين والطلاب بيدي نوع من الإحساس بالانتماء للبلد وتنمية روح المواطنة لدى الجميع. نعم. دكتور حسن، يعني أنت كأستاذ جامعي، يعني بعض المواطنين ما زالوا يبحثون عن إجابة لسؤال: ما هي الدوافع التي تدفعه للمشاركة في الانتخابات الرئاسية؟ كيف تجيب على هذا التساؤل على أرض الواقع في الوادي الجديد؟ التصويت في الانتخابات الرئاسية واجب وطني. نعم. على كل مواطن أن يدلي بصوته للاستشعار بالانتماء للبلد، لأن ده نوع من الوطنية، أنك تدلي بصوتك وتختار الرئاسة التي تتمنى أن تقود الدولة في ظل الظروف الحالية. نعم. دكتور حسن، يعني في الوادي الجديد أيضا على أرض الواقع هناك ربما يعني بعض الإنجازات والمشروعات التي تدفع المواطن أيضا لكي يشارك، كما قلت أنه واجب وطني، بالإضافة لذلك أن هذه الإنجازات التي ظهرت على أرض الواقع في الوادي الجديد في كافة يعني مراكزها الدخلة والخارجة وبراط وفرافرة وشرق العوينات، بالإضافة طبعا لسطح كبير هو جامعة الوادي الجديد. الجامعة في الثلاث سنوات الأخيرة شهدت طفرة إنشائية وافتتاح كليات جديدة، منها كلية الطب في عامها الثالث وكلية الصيدلة في العام الثاني لها هذا العام، وتمت الموافقة على إنشاء كلية الهندسة ولائحة كلية التمريض في لجنة القطاع، وهناك موافقة بجامعة تكنولوجية لأبناء جامعة الوادي الجديد. نعم. ودي كلها إنجازات تمت في خلال السنوات الثلاثة التي شاركت في العمل بجامعة الوادي الجديد. دكتور حسن، يعني في النهاية يعني ما هي طموحاتكم مع الرئيس القادم لمصر، يعني الرئيس الذي يبدأ ولايته من عام 2024، ما هي طموحاتكم كعاملين في جامعة الوادي الجديد؟ يعني ذكرت حضرتك بعض الكليات التي ستظهر للنور، لكن ما هي الطموحات أو الأهداف العامة مع الرئيس القادم لمصر؟ طموحاتنا كثيرة وغير محدودة، منها السعي الدؤوب لإنشاء مستشفى جامعي بكلية الطب جامعة الوادي الجديد، وده أمل كبير إن شاء الله هيتحقق قريبا. نعم. بعد الموافقات التي تم الحصول عليها. نعم. ونتمنى أن الخدمة المقدمة للمواطن في جامعة الوادي الجديد. نعم. للمواطنين بمحافظة الوادي لا تقل عن باقي
محافظات الجمهورية من ازدواج الطريق من تحسين الخدمات المجتمعية. وده يعني أنا شايفه دي في رؤية القيادة السياسية من الأشياء المهمة إن شاء الله. صحيح. ويمكن كنا بنتكلم مع ضيفنا العزيز أستاذ محمود عبد المولى نقيب التطبيقيين، نتكلم عن يعني مشروعات الطرق الكبيرة والكباري، ويمكن برضو ده مطلب مهم جدا وحيوي ليس فقط في الوادي الجديد، هناك بعض الطرق التي فعلا لابد أن تكون على مائدة السيد الرئيس القادم لمصر. الأستاذ دكتور حسن عبد اللطيف ابن أسوان ونائب رئيس جامعة الوادي الجديد، كنت معنا من الخارجة، شكرا جزيلا لحضرتك يا دكتور، ونلتقي على خير إن شاء الله، وتحياتنا للجامعة بقيادتها الأستاذ دكتور عبد العزيز طنطاوي. نعود مرة أخرى.